ما يدير الخير، هادشي اللي اللهم نقول لك، آمين لانه هاد يا ربي الوضعيه يا رب، صعيبه وصعيبه اللهم بزاف، آمين يا رب. وضعيه لا تطاق، ما كاينش ولقد نديرو، عيشوا في هذه لا مدة حول 15 عام وحنا لا عايشين. حول، نقدروا نبداو. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بيت مباشر لدين مدينه الدار البيضاء، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير. اليوم انا كنتواجد واحد الكوخ، اقل ما يمكن نقول انه كوخ، اللي فيه هذا السيد، هذا السيد اللي كتشوفوا حدايا سميتو بسام. هذا السيد هذا مجوز واحد السيده ووالد معاه 5 ديال الوليدات، 4 ديال البنيات ووليد، الاعمار ديالهم ما بين 13 سنه 11 سنه حتى لسنه واحده، الوليد عنده عام ياك. عام هاد السيد 15 عام هو في هاد الكوخ، إلا شفتوا هاد الوضعية هادي، هاد السيد كيعيش مع الطوبات، تخيل واحد عايش مع 100 طوبة، أنت بارك، أنا بعدا قبل ما نبداو هاد اللايف، شحال من طوبة خرجت من قدامنا دابا، حنا حاليا كنحركو تنسمعو الأصوات ديالهم تيخرجوا من حدانا، ما غنطولش عليكم، نخليه هو يعاود لينا حكايته. مرحبا بك سيدي. أنا أسد لك غير خليك. السلام عليكم. شوف فيهم وقول لي شكون. السلام عليكم، أنا سميتي بسام رشيد، كنسكن في الحي الحسني درب النجمة والدار البيضاء. واخا رشيد شوية، شنو قصتك كيفاش جيتي؟ القصة ديالي تخاصمت مع مرتي البارح على قبل هذا الخنز اللي أنا عايش فيه، وعلى قبل الطوب اللي كنت ناس معايا، وعلى قبل سرق الزيت. هذيك السيدة راسها عمر ما بقاتش قادرة، وكتشوف ولادها كيموتوا قدامها. واخا وليداتها صغار. واخا وليداتها صغار، وأنا أزماتيك، يعني هي شافتني أنا شحال من نوبة والأمبيلانس كديني من هنا باش ندير الأكسجين، وهي خايفة على ولادها اللي يعيشوا الوضعية اللي عايشها أنا. ولكن هذه الوضعية واش راضي بها أنت؟ أنا ما راضيش بها، ما راضيش بها. شنو درتي باش تبدلها؟ انا ما كرهتش، انا ما كرهتش انا نتبدل انا من غدا. واخا نقربوا الناس من الوضعيه اللي عندك باش يفهموا الناس. الوضعيه اللي عندي هي ما عندي ما نفرش، ما عندي لا صباغه، ما عندي لا ضو، ما عندي لا ما. ما عندك الشرجم اللي يدخل منه الهواء. ما عنديش الشرجم اللي ندخل للهواء، وعايش مع الطوب وسرق الزيت. يعني كنكونوا كناكلوا حتى كيتسارى داك الشيء معانا، كيطيح لنا وسط الماكله. عادي. اه بهذا الشيء هذا عايش فيه انا يوميا. قبيله في الاوف قلتي لي وليدات كيلعبوا مع الطوبه. وليداتي كيلعبوا مع الطوبه، كيشوفوا الطوبه ديزا من حداهم، كي فهمتي ولا لا؟ شحال من نوبه قتلنا، وشحال من نوبه ضربنا، وداك الشيء مابغاش يتحد. والدليل انت كتشوف كل شيء لعينك. حنا بالك واحد الريحه لا تطاق، كيفاش كتقدر تنعسوا هنايا؟ كنعسوا يوميا هنا وفي هذه الريحه وبنفس الريحه، وكاع الجيران كيقولوا بان احنا خانزين وما مزيانينش، وان هذا الشيء من حقهم لان شافوا بعينهم. ما يمكنش شي واحد غيقول لك انت خانز هو ما شافهاش بعينه. وراه هادشي ولينا حنا عايشين مع المشاكل مع الناس ومع الجيران. وليداتك كيفاش كيتقبلوا هذا الوضع؟ وليداتي ما راضينش على هذا الوضع. هاد الايامات بعد مده 3 شهور دوزناها في البحر باش ما يتخنقوش ليا الدراري، كنجيبهم مهلوكين من البحر بالليل، وكنجيبهم ناعسين كيطيحوا هنا ناعسين. دابا الناس اللي كيشوفوا معايا ما عرفتش اش غيشوفوا معايا، مساحه طويله قلت لي كله حويج كله. تقدر تدخل هنا وتشوف، ما كاين حتى شي. اجي معايا شوف على الله، هنا يكون الريضو ريحه لا تطاق، ولكن الحمد لله. وراك نبيعوا الدار، وهو التلفزيون الفريجيدير. يعني حنا هاد الشيء اللي كينعس ولادي، وفين كنعس انا ومرسي. دابا 5 ديال الدراري، 5 ديال الدراري تيناسونا، وانا ومرتي كناسونا، كلكم في هاد البويات، كلنا في هاد البويات هادو، كلنا وسط هاد الخنز هذا. عندك شي عائله؟ ما عندي لا عائله لا والو، انا يتيم، انا ما عندي لا اب لا ام، كانوا مربيني شي ناس ماتوا مشاو الله يعاونهم. المهم انا بقيت بوحدي، وهاد السيده اللي تلاقيت معاها وقفت معايا وتهزت وتحطت معايا وتعذبت معايا. خرجوا باش نقدروا نكملوا اللايف ديالنا غير على الجودة ديال الإرسال، لا حول ولا قوة إلا بالله، رائحة لا تطاق، الحمد لله الله يدير الخير. كمل معاك يا سيدي، أنا غنقول لك غير واحد الكلمة ديال الحق. حنا وقفنا دابا يمكن غير واحد العشرة ديال الدقائق ديال الهضرة قبل ما نبداو التصوير، ولا ربع ساعة كاع باش تلاقيت معاك، والريحة لا تطاق أوسيم. كيفاش المرأة بغيتيها تصبر في هاد الظروف هادي؟ راه ما عذرها، هذا هو المشكل، راه ما عذرها. وراه مشيت قلبت على تال عندها عائلتها ما كيعرفوا عليها والو، ما عندها مرض القلب، يعني ما بقى طايحة لدابا ما عرفهاش فين كاينة. ولكن واش عادرها على هاد السيدة؟ أنا عادر على هاد الشيء هذا اللي دارت، عادرها. أنا ما كرهتش ندير بحالها، أنا كون عندي فين نمشي حتى أنا غنطرق هاد الباب وغنزيد، ما بقاش غادي نرجع. عيات لان عيات هي، انا عرفت قهرت وعيات وصبرت وكافحت 15 عام في هاد الظروف، 15 عام وهي في هاد الظروف، واللي جا تيغسل في يدو تيقول لها تيام ملقطه وتيام مسخه وتيام ما مزيانهاش. كنقسم لك فمي بالله، درك هادشي في خاطرك؟ درت لي خاطري بزاف. تعدوا الظلم، الظلم كاين في هاد البلاد، الظلم ماشي الدوله اللي ظالمه، العباد اللي ظالمين، خوتنا اللي بحالنا بحالهم، اللي غيهزنا القبر لعند الله هما اللي ما كيرحموا حتى شي واحد. هما رحموني هادي كتشوف فيهم بحال هكا. هادشي هذا هو اللي كيخلعني، هادشي هذا انا مرضت في حياتي،
حياتي مرضت فيها، ما بقيت كنلقى الدم ما كنعقل، انا بقيت كنلبس عندي هاد البيل وعندي هاد الشورت اللي كندور به، الكوميساريه مشيت لها وجراو عليا قلت لها شنو اليوم شنو كتقول لهاد القلوب الخير اللي كنقول لهم بغاو تعاونوا معايا، بغيت مرتي ترجع ليا وبغيت محالي تصلح ليا. بغيت تقول لنا ما يمكنش واحد المحل ما فيهش التساويه، راه مصدر ديال الاضاءه عالي تصلح ليا، وبغيت وريقاتي تصاوبوا ليا وبناتي يقراوا ليا، وبغيت حالتي تبدل. يعني بغيتي ولادك تشوفهم فقاريين وفي مناطق ما كرهتش انا ما قريتش، وانا ما كانوش عندي العائله لان الظروف ما عرفتش هذوك الناس كي كانوا، بغيت وليداتنا يكونوا احسن، وانا بغيت وليداتنا يكونوا احسن منا. واش انا ولدت ولاد فرحت ومنين كبروا بداو كيضحكوا وكيتعذبوا ليا، مرتي تاهي تعذبت ليا وعندها فقر الدم حاد. كي دايره التغذيه ديالكم؟ راه عادي التغذيه ديالنا راه كيغديونا الناس وكدبروا علينا هما اللي الخبز، ما عندنا ما ناكلوا ولا ما نشربوا، كتسمسار كنكري البيوت من النهار دخلت كورونا ما بقى والو. كنتي خدام؟ كنت خدام ما بقى والو، كنت كندخل 6000 8000 10000 في النهار، وموكل ولادي ومعيشهم وباغي نصلح، ومنين جات كورونا ما بقى والو، يعني ما بقيتش كنصور درهم، وهاد السيدة تقهرت بالجوع وبالتمارة. شنو مرتك إلا كتشوف فيك شنو تقول لها؟ وكنقول لها ترجع لي راه عزيزة عليا ومرتي ولادي كنموت عليهم أنا، واش أنا غنفوت ولادي؟ لو خا نكون يهودي كاع، حشومة كاع يديروا فينا هاد الحالة هادي. وخليهم قلوب الخير اللي كتشوفك شنو تقول لهم؟ وكنقول لهم لا بغيتو تعاونوا معايا، بغيت مرتي ترجع ليا وبغيت محالي تصلح باش هذيك المرات هي ترتاح، وما انا راه راجل راه خارج ديع كنجيب الخبز وتنجي، هذه هي اللي عايشه انا يومين، والضعقات حياه ما تجف ما تصيح ما عندهاش عندهاش لا ما لا ضو ولا والو. يعني بلاش باش يفهموا واحد القضيه جميله شرتي ليها واش خويا، هنايا ما عندك حتى الموضوع خصك تدخل تسقي. كنمشي نسقي واخد خيط مع الجيران ديبانيني في هاد الايامات في الظروف اللي انا طايح فيها، واني كل ما كانوا جات الجيران عطاوني خيط ما تقدرش تدخل لهاد المحل. تبرك مرتك فين كاينه؟ مرتك دابا مرتي انا ما عارفاش فين كاينه، والديها عائلتها خوالها عمامها ما عارفينهاش فين كاينه، هما ما كيعرفوهاش فين كاينه، اما عندها مرض القلب راه خليتها طايحه. يعني من ساقط الخبر تي ساقط الخبر، ما نعستش البارح كانت باغا تخدم على ولادها اليوم ما خدمتش، باقا كدور كتسول فيا بالتليفون بنتي فينا هي وولادي فينا هما، وانا راه ما سول فيا حتى شي واحد حيت ما عنديش العائله. باتت ما صبحت هاد البارح؟ باتت راه مع جوج ونص ديال النهار البارح تناقشت انا وياها، قالت لي هاد الشيء راه بزاف ما بقاش قادر نصبر معاك على الدل وهاد الخنز وعلى هادشي اللي كيديروا لي الجيران، هزت راسها هزت الدراري زادت، انا كنت كنصحابها غادي تقدا شي حاجه، بقيت كنتسنى ومشيت حتى لطامارس عند والديها وعاودت رجعت شي جنوبات وانا كنمشي وكنرجع، وكيقول لهم فلان والله ما كاينه عندنا، وعيطوا للعائلات ديالهم في التليفون، عيطوا لهم سولهم ما كايناش ما ظهرتش عندهم. وخليهم رسالتك لمرتك. مرتك شنو تقول لها؟ ومرتي انا ما كرهتهاش ترجع لي انا من دابا، انا راه كنموت وكنتقطع وما نعش من البارح، ما واكل ما شارب، الما هو اللي كندوز هنا، ما مرتاحش بحالي بحال عباد الله. يعني هاد المرة واخا سمح لي واخا المرة تنقيتها تعيا فين غاتبقى؟ وديما كتنقيتها كتعيا وكيرجع هذاك الشيء كما كان، وكتدخل علينا الطوب بالليل، كيدخلوا علينا 10 طوبات 5 طوبات 6 طوبات، قتلنا تاعينا وسط فراسك مع تا ولاو الجيران كيقولوا علينا بان حنا هما سبب الخنز ديال الدرب، الجيران ولاو تطيحوا علينا من كرامتنا. هي السي غير ضرها نفسيا وهي ضرها نفسيا، السيدة راه ولات دايره بحال المسمار، راك وكاد دابا تشوفها تبقى فيك حتى هي راه ما ناعسه ما واكله ما شاربه، لا حول ولا قوة وعندها فقر الدم حاد كتموت وهي واقفة. مشاهدينا الكرام كما شفتوا كان هذا جزء بسيط من القصة والتفاصيل ديال هذا، ما كيخوني التعبير شنو نقول لكم في هذه الظرفية هذه، لأنه فعلا هذا الشيء ما يقدرش يصبر فيه حتى شي واحد، الله يحسن لكم العوان، الله يكون معكم، نتمنى أن الزوجة ديالك ترجع وأن قلوب الخير يعاونكم، لأن هذا حدث مأساوي ملي كنشوفوا عائلة على قدها في هذه الظروف هذه في واحد الوسط اللي صعيب، نقولوا أنتم الوالدين تصبروا، ولكن خمسة ديال الوليدات راه ما ساهلاش أخويا رشيد، خمسة ديال الوليدات راه صعيب صعيب من صعيب بزاف. أنا قلت ما عنديش العائلة غندير عائلة، ومن انت كبرتها والدراري زوينين معايا وفرحان معاهم ولدتك راه جي بيبي راه صغيور، ولكن المدام ديالي انا ما راضياش على الوضع اللي انا عايش فيه. انت قادر تخدم باغي تخدمها باغي نخدم انا وباغي نتعاون معاها وباغي نزيد بولادي لقدام، باغي الى الناس عيطوا لك لقاو لك خدمه دابا دخلوا الجمعيات. شوف انا كنتمنى ما نخرج من هذا اللايف، انا غنخليكم الرقم ديال رشيد حتى يعيطوا لي الجمعيات المسؤولين، بغينا هذا السيد تبدل الوضعيه ديالو، بغينا نجيو عندك نلقاوك دويرتك مصلوحه وليداتك حداك مجموعه على طوي يجي نبارك مع وليداتك اللمه
انت قلتي ما عندكش عائله، بغيتي دير عائله. حنا كنا ناكلوا كاسكروطات ديال الزنقه، ما عندناش حتى فين نطيبوا وما عندناش حتى فين نصبلوا. وراه مقعد لك انايا داك الفراش اللي بربي تتخلع، لما خرجتش لك دابا طوبو خرجت وحنا في الراس. والالوفات ديال سراق الزيت كينعس معانا بالفراش وكياكل معانا بالطابله. حنا دابا منعنا الطياب من هنا، ولينا كناخذوا كاسكروطات من الزنقه. هذاك الشيء اللي غادي نتقداو حنا عشاء وغنتعشاو، كناخذوا كاسكروطات كياكل كاسكروط كاسكروط الواحد، وقرايه ديال المولاد وكنعسوا بحال حنا مهاجرين لشي قنت ولا جالسين في الخلا. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه تفاصيل واحد القصه اللي مؤلمه، اللي معاناه اللي صعيب اي واحد يعيش فيها ولا يتاقلم معها. الله يحسن العوان، ما سهلاش. انت قلتي انك باغي تخدم، باغي تبدل، انت ماشي شي انسان فينيا اللي زعما كتاب كبار دير ما باغي تخدم. لا قاعد الدرب كيعرفني انا من بكري، باغي تخدم. فنتمنوا انه لقاو الناس اللي يعاونوه ويكونوا معاه في هذا الحل. الرقم التليفون ديالك 06 56 84 03 23. عاود نقولوها رشيد مره. 06 56 84 03 23. اذا المشاهدين الكرام، كان هذا رقم رصيد، نتمنى انكم توصلوا معنا. حنا اكيد غنتبعوا تفاصيل هذه القصه، ونبغي نرجع ان شاء الله مره اخرى لهذه الدويره. ويعيط لي رشيد يقول لي يا خويا علاء انا راني مع وليداتي، راه الامور مزيانه ان شاء الله خويا رشيد، غادي يكون غير الخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم وتتبعكم لهذا اللايف. تلاقوا في الخير.